السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الثواب العظيم في إعانة الخادم. الحقيقة بتختلف تعاملات الناس مع الخدم بشكل عظيم جدا كما بين السماء والأرض، فمنهم من يعتبر الخادم أخا له في الله، احتاج إلى أن يعمل واحتاج إلى أن يتكسب بعض المال لاحتياجه إليه، فيعامله معاملة الأخ المسلم، يتعامل معه معاملة طيبة، يبتسم في وجهه حينما يأمره بشيء، يأمره بكل لين ورحمة، حينما يقصر في شيء يعاتبه برحمة وحنان، يعطيه مكافأته ويعطيه أجره دون أن يطلبه، يزيده إن استطاع أن يزيده من فضل الله سبحانه وتعالى، ويتعامل معه وكأنه واحد من الأسرة. الله أكبر على هذه المعاملة، هذا هو الإسلام. فإذا وجد الخادم لا يستطيع أن يعمل عملا ما، فلا بأس أن يساعده أو أن يأتي بمن يساعده. تسمع لكلام حبيبك صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما خففت عن خادمك من عمله كان لك أجر في موازينك. الله أكبر. يعني أنت لو طلبت من الخادم اللي عندك، والخادم ده أشكال مختلفة، ممكن يكون الطباخ اللي عندك، ممكن يكون مثلا السفراجي مثلا بالنسبة للناس اللي هم في العشرين في خصور، ممكن يكون الحارس الخاص بالبيت عندك، ممكن يكون السواق اللي شغال عندك، واخد بالك؟ فلو انت طلبت منه شغلانة معينة فقصر في بعض الشيء نتيجة ان هو مش قادر يعمل اكتر من كده، فلو اعنته كتب ذلك في ميزان حسناتك، وهذا بفضل الله خلق عظيم تعلمناه من الحبيب المصطفى الذي ما ارسله الله عز وجل الا رحمة للعالمين. يعني لو خادمك او اي واحد شغال عندك عجز عن شيء أو لم يستطع أن يفعل ذلك الشيء، فأنت تعينه إما بنفسك أو تأتيه بمن يساعده أو تخفف عنه من أعباء العمل. كل ذلك من أخلاق المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.